صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام على صاحب هذه القبة السامية، السلام على قمر العشيرة أبي الفضل العباس ساقي عطاش كربلاء. السلام على قطيع الكفين، السلام على ناصر الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كأول مجلس من الأدب أن نتشرف بذكر العباس سلام الله عليه، من الأدب أن نذكر أبا الفضل العباس. لعل الله ينظر إلينا نظرة رحيمة، ولكن الأبيات تكون على لسان الإمام الحسين يخاطب أخاه العباس مقطوع الكفين. يقول له يا أبا الفضل قم، ألست الذي كنت لي مسعدا إذا الدهر نابا؟ أولست الذي إذا ما مهيبون هب للحائر لم تكن هيابا؟ كسر اليوم لافتقادك ظهري، وقناتي فلت وظني خاب. ما صاح الإمام الحسين الآن انكسر ظهري عند فقد ولد ولا ابن أخ ولا حتى باقي إخوته إلا عند العباس؟ الآن انكسر ظهري قالها فقط حينما سقط العباس، أما لغير العباس لم يقلها. علي الأكبر عزيز على قلب الحسين، إخوة العباس عزيزين، ولكن العباس هو كبش الكتيبة وحامل اللواء وكفيل زينب. فحينما سقط قال الآن انكسر ظهري وفلت شوكتي وشمت بي عدوي. ثم انحنى وانثنى إلى الخيام وهو يكفكف دموع عينيه، فانثنى يا 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 نحو الخبا محدودب الظهر، تردى يا من الأسى يا جلبابا جلبابا، فرأته مخدرا يا تبني الواحية. أريد ما أسمع منك ونه يا يا، فشقت من الخدور حجايا يا
شوية 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 ولي نادبات وبالندب أين حمانا. أريد أسمع ونا ونا أرفع صوتك أنت عند العباس. نادبات وبالندب أين حمانا, هيا هي أين من كان في الخطوب المآبة. فدعا فدعا مخدرات محمد صبرا, عظم الله أجركم والثواب. يقول تعلم من الخيم للعلقم حسين, والله تعلم من الخيم للعلقم حسين, يصيح بصوت يا عضيدي وقعت وين, ترى ما شوف دربي يا ضيال. شيلها لإيدك وصيح والله علي الكون, علي الكون كل بليل أظلم, يا خويا بياك ترطحني زنودا. انت عند العباس صيح يا خويا العلم وين وين جودك, يا ابو فاضل زماني هم يعودك يعودك, والشمل اللي تشتت بيك يلتم. ما قريت بيت في حياتي وانا الاقل بين الخطباء مثل قساوة هذا البيت. شلون واحنا نقرا عند العباس؟ يقول من طاح القمر وحسين جاي يشوفه, لقى العباس لكن ما لقى جفوفه. ليش ما تصيح وا عباس؟ الصيحة ترى مرحومة حبيبها. يقول من طاح القمر وحسين جاي يشوفه, والله لقى العباس لكن ما لقى جفوفه, دب نفسه على خيب روح ملهوفة, لا يقدر يشيله ولا يقدر يعوفه. يقول له وعينك وعينك ساعدني, وعينك أدور يا كتر جسمك, وعينك وصيرا عاني لك خويا, وعينك مرمي مقطع جفوفك, وعينك صوبها بغدر سم المنيه, هي صوبها بغدر سم المنيه. هذول قتلة الحسين ما بيهم واحد في ذرة من الرحمة, حينما يسقط الفارس يقطعوا رأسه يبضعوه بضرب السيوف, والعلامة علي الأكبر قطعوه إربا إربا. العباس قرأت في بعض الكتب القديمة مو بس قطعوا رجليه, قطعوا حتى رجليه يديه ورجليه وبضعوه بضرب السيوف, وصارت روحه بعد واصلة للتراقي, ولذلك يحس بخطوات تقترب يمه, يظن هذا فارس جاي يقطع راسه, وما ألقى النظرة الأخيرة على أخيه الحسين, فصار يتأمل من الفارس أن يتركه لو لحظة يلقي نظرة الوداع على الحسين. يقول له يا فارس تمهل, خل ابوسك نيجيني مهجتي بودعه,
لا تعجل بحز راسي وحسين يجري مدمعه. قال لي يا أخويا وعضيدي صارت حرمنا مضيعة، قوم يا عزي بنرجع للحريم الضايعات. ليش العباس ما يقدر يشوف الحسين؟ ما جاوبني ليش؟ السهم بعين اليمنى والعين الأخرى أخاضها الدم، بعد ما يشوف وما عنده قوة يتحرك ويشوف فارس يتقرب منه. لما شاف الحسين العباس يتمتم قرب أذنه إلى فم العباس يريد يسمع شو يقول. قال يا فارس ألا تنظر إلى أخي الحسين قرب مني، أخوي ما يخليني، ما تشوف الحسين جاي تخليني لحظة بس ألقي نظرة الوداع، أودعه يودعني أشمه يشمني. لما سمع الحسين بعد ما ظل قاعد قام وقف الحسين يقول له يا عباس ما أنا حسين يمه يمه ياك يمه ياك واختلط دمي يا خويا بفيض دمك يا خويا سكنتي سلي الطفل باسمك تقل له ساعة ويجيب الماي عمك سمعني ونه هيا هيا هي تقل له ساعة ويجيب الماء الماء يا يمك. تقرأ وياي هذا الطور كم بيت أقرأ لك بين الحسين والعباس، بس اتأمل كلمات متعوب عليها. ها يا أبو فاضل يا بعد عيني من رحت عني ضاعت سنين. عليك هذه، عليك الثانية. من رحت عني ضاعت. ليش ما ترفع صوتك؟ ليش انت عند العباس؟ ارفع صوتك عيني. من رحت قومي للخيمة ارجع يا خويا وياي تريدك ايتامي وما تريد الماء بالخيم تنطر رجعت السقاي. ارجوك تدو يا هذا البيت. رد قلب زينب يا أمل دنيا رد قلب زينب رد قلب يا أمل دنيا وهذه عدواني تشمتت فيني هذه عدواني يا أبو فاضل تشمتت فيني. عليك الباقي. من رحت عني ضاعت سنيني من رحت عني اسمع جواب أبو فاضل للحسين. لو هوى الفارس يا خويا العاد من مهرة العادة يتلقى بإيدك الغبرة هل شفت مثلي بمحنة وصبرة من هوى تلقى بصدره الغبرة اي والله من هوى تلقى بصدره الغبرة. ليش يا ابو فاضل؟ قطعة وشمالي وقطعة وي اقرأ اقرأ عيني اي قطعة وشمالي قطعة ويميني من رحت عني
ضاعت سنين من رحت عني هذا الأخ مؤمن وعنده حاجة اليوم كنت وياه أزور يقول راح أحضر المجلس وعندي حاجة ومريض جاي للعباس وباقي من الظهر للآن ينتظر المجلس هذا البيت إلك خويا إلك إن شاء الله تشافه يقول له أنا عفت سكينة أنا عفت سكينة تحاكي خوها بالمهد تقول له يا عبد الله لا تبكي بعد عمك العباس ما يخلف وعد هي والله عمك العباس ما يخلف وعد ما يقدر يفتح عيونه بس شفته يحركها اريد ابدا الحديث بعد هالابيات قال له اخوي حسين سلم على الحزين وقول الغراض العلم لا تترقى منا هي أيام فضخة والهامة وقطعة وشمالة شقول الزينب أبو فاضل شلون أرد عليها قال له خذ لي العذر منها وقلها ما إلى زنود يبغى يجيب الماي لكن مزق الجود لا تقول خليت على التربان ممدود إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم روي عن إمامنا وسيدنا زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة النساء ومنا سبط هذه الأمة ومنا مهديها الحمد لله الذي من علينا وعليكم بنعمة الإيمان وشرفنا بنبي الإسلام وأهل بيته الكرام وجعلنا وإياكم من خواص شيعتهم ومحبيهم نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم الله تعالى من علينا بهذه المنة التي لا تضاهيها منة وهي منة الولاية لأهل البيت مليارات البشر ممن مضوا وممن هم لا زالوا على هذه المعمورة لا يذكرون النبي ولا آل النبي وإن ذكر بعضهم رسول الله صلى الله عليه وآله فهم عن أهل بيته معرضون إلا أن الله تعالى خصنا وإياكم بهذا الولاء ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني وشاعر آخر يقول وطبعا الفضل أيضا للوالدين للأب وللأم ربونا على هذا الحب وهذا الولاء
اسمع حبيبي والصلوات طيبة هالليالي، نحن نقترب من ليالي عرفة، وذكر النبي وآل النبي هو أفضل القربات إلى الله عز وجل، لا سيما في هذه الأماكن المقدسة. أمي الحنونة كم في حملها تعبت، وكم ليال لها ما عينها هجعت، فصرت أدعو لها ما شمسنا طلعت. ما اللي يحفظ الباقي؟ لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن. اسمع، كانت على حب بني ياسين ترشدني، وعن محبة غير الآل تبعدني، وكان كأس الولا من صدرها لبني، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي ودا أهوى أبا حسن. هنيئا لكم، أشكركم. طبعا لسنا بصدد الحديث عن كل ما جاء عن الإمام زين العابدين، وكان ذلك في مجلس يزيد. السلام على الحسين. لأن ذلك الكلام يطول، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، كل كلمة تحتاج إلى شرح ساعات. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة، أركز على الكلمة الأخيرة، والمحبة في قلوب المؤمنين. لاحظ الكلمة في قلوب المؤمنين مو المسلمين، في قلوب المؤمنين. وهذا الحب الآية ذكرته ولكن بصيغة أخرى. الله تعالى في القرآن قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المحبة والمودة. المودة ليش مو المحبة؟ فما الفرق بين المحبة والمودة؟ ليش الله ما قال في القرآن إلا المحبة للقربى أو للقربى؟ الحب لغة وهو الميل النفسي، الميل العاطفي. إنسان يحب أستاذه، إنسان يحب الكريم، يحب الشجاع، يمكن يحب حتى لاعب الكرة، يحب صاحب الأخلاق، يحب الشجاع، هذا ميل نفسي وعاطفي. أما الود فيختلف عن الحب. وحتى لو إجا في بعض الكلمات لأهل البيت بالحب، هذا معنى مجازي، يقصدون به الولاء والعشق والحب المعنوي. الود هو الميل النفسي، الميل العاطفي المشبوع بالاتباع. يعني أنا مو بس أحب أهل البيت حبا أجوف، وإنما أيضا أتبعهم، أسير على نهجهم، أقتفي آثارهم، أتبع خطاهم، أروي عنهم، أزور مشاهدهم، وكذلك أذكر أخلاقهم وسجاياهم. وهذا ما أوصونا به صلوات ربي عليهم أجمعين، لأن أهل البيت هم أشرف من في الوجود. وإذا ذكرنا محاسن كلامهم وأخلاقهم وصفاتهم أحبهم الناس. فهذه مسؤولية مو بس الخطيب على المنبر، أبدا، مسؤولية الأب في البيت، المدرس في المدرسة، المعلم، العالم ليصعد المنبر، مصلي الجماعة، أن يثقف الناس بنهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من أجل أختصر كلامي وأصل إلى ما أود أن أصل إليه، هذا الحب وهذا الود هو الذي جمعنا وإياكم هذه الليالي الشريفة من شهر ذي الحجة الحرام في هذه الأماكن المقدسة. اللي تارك أهله، واللي تارك شغله، واللي متحمل مثلا دين يمكن من أجل زيارة الحسين، واللي جاي إلى مكان ممكن يكون في خطر، ممكن إن شاء الله الخطر زال، يمكن في حر، وغيرنا يروح إلى أوروبا وفيينا، فعل حلال فنقول مباح. أما أنت لا، فقصدت سيد الشهداء في أيام عظيمة، أنفقت المال وتركت الولد
والعمل والشغل، وتحملت ما تحملت من أجل أن تصل إلى زيارة الحسين لكي تفي لسيد الشهداء وأهل بيته الطاهر. جزء بسيط ترى، جزء بسيط، ولهم المنة، هم الذين وفقونا واختارونا لكي نكون زوار. ومن متى كتبنا يا إخواني ويا أخواتي المؤمنين والمؤمنات؟ ترى من ليلة القدر. ليلة القدر يعني التقدير، فيها تقدر الأعمار والأرزاق ووفد الحجاج والزوار. من ذيك الليلة فلان ابن فلان اكتبوه زائر للحسين، فلان ابن فلان اكتبوه حاج لبيت الله، فلان ابن فلان مبعد عن الزيارة وعن الحج وعن زيارة الرسول. فنحن وإياكم الله تعالى اختارنا لكي نكون من زوار أبي عبد الله الحسين. إخواني والله لو علمنا فضل هذه الزيارات، لا سيما في بعض المناسبات الطاهرة المقدسة مثل ليلة ويوم عرفة، ليلة العيد، يوم العيد، ليالي مثلا شهر رجب وليلة النصف من شعبان، ليلة الأربعين، ليلة عاشوراء، ليلة الجمعة، لما تركنا زيارة الحسين أبدا. وهذه وصايا أهل البيت لنا، ألا نترك وندع زيارة الحسين بأي شكل من الأشكال. زيارة الحسين لا تترك، لا من خوف ولا من مطر ولا من برد ولا ولا. فهنيئا لمن يداوم على هذه الزيارة. وراح أنقل لكم بعض الأحاديث اللي تحتاج إلى شرح حقيقة، ولكن إن شاء الله الليالي القادمة، هم الليلة القادمة وفاة الإمام الباقر عليه السلام. يقول في الحديث: إن الله تعالى يتجلى إلى زوار قبر الحسين ليلة عرفة، شو يسوي؟ فيقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم، ثم يأتي إلى أهل عرفة. يعني أنت يا زائر الحسين مقدم على من حضروا في عرفات في حج بيت الله الحرام. هذا إلى تفصيل كثير. يتجلى يعني يظهر، والله ليس بجسد ولا بجسم لكي يظهر ويختفي، هذا ليس من شأن الله ولا ما علمنا أهل البيت في وحدانية الله. الله ليس بجسد وليس بجسم، لا يحده زمان ولا مكان. إذن تتجلى قدرته، تتجلى رحمته، تتجلى آلاؤه على من؟ على زوار أبي عبد الله الحسين. وقال شاعرهم: إذا شئت النجاة فزر حسينا. تريد النجاة زور الحسين. على كل حال، إذا شئت النجاة فزر حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني. بعد هذا البيت أريد عندك صلوات تفرح صاحب الزمان. اليوم جمعة، ألطاف الإمام لا زالت معنا. فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. في الروايات يوم القيامة أن أهل المحشر يتمنوا لو كانوا من زوار الحسين، كل أهل المحشر. ليش؟ لما يروا من كرامات الله تعالى وثواب الله عز وجل المتدفق على زوار أبي عبد الله الحسين. نقلت قصة قرأتها في بعض كتب من كتبوا عن فضل زيارة الحسين، أن أحدهم كان يزور كثير الإمام الحسين. هنيئاً لمن يواظب كما أقول. أخذوها من عندي نصيحة خاصة الشباب والأخوات المؤمنين المؤمنات، ترى حتى هذا المقدار البسيط من زيارة الحسين مقبول إخوان. حتى هذا لما بعد الفريضة تتوجه إلى الحسين وتقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لو بعد فريضة كم تأخذ هذه؟
والله ما يجي نص دقيقة. هذا الإمام الصادق يقول تكتب لك زورة، يعرف الزورة بالحج بالحجة والعمرة. يقول إلى حنان ابن سدير الصيرفي، يقول لي يا حنان أتزور الحسين في كل يوم؟ قال لي لا. وين أزور الحسين؟ بيتنا بعيد. قال أتزور الحسين في كل جمعة كل أسبوع؟ قال لا. الإمام يغضب شوية شوية، أتزور الحسين في كل شهر؟ قال لا. الإمام يسأل السؤال الأخير مغضب، قال أتزور الحسين عليه السلام في كل عام؟ شنو جوابه هذا؟ قال ربما. يمكن. ايش قال الإمام؟ هذا إلنا ترى. ما أجفاكم بالحسين، ما أجفاكم بالحسين، ما يضر أحدكم أن يغتسل في داره. كثير شبابنا أولادنا يستحموا، إذا جلس الصبح يستحم، خدم عندي نص استحم، هنيئا لك، شامبو صابون كل شيء، اغتسل غسل زيارة الحسين، حتى لو أنت في الزيارة ها اغتسل غسل عالي هذا وانت تستحم، وبعد ما تنتهي من الحمام وأنت بكرامة توجه إلى كربلاء، من بيتك، من بيتك، من غرفة نومك، من مكانك، وقل صلى الله عليك يا أبا عبد الله. هذا اللي يقول الإمام، ها يقول له يغتسل في داره فيصعد على سطح، مو ضروري إلا تصعد فوق السطح وانت بمكانك إلى كربلاء وتقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله، كررها ثلاثا، سلم هذا السلام الوارد في زيارة عاشوراء، السلام المختصر، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين. قال تكتب لك زورة، والزورة حجة وعمرة متقبلة. نرجع لهاي القصة، هاي ونصيحتي لنفسي قبلكم من هذه الليلة، بعد قول بعد ما أعوف زيارة الحسين، صليت الصلاة توجه لو مرة في اليوم توجه إلى كربلاء، السلام على الحسين، والله تكتب لك زورة. هذا كلام الإمام. أكو ثري ولكن ما وفق لزيارة الحسين، ثري عنده أموال، فعرف هذا الإنسان يزور الحسين هواي كثير، فإجا سلم عليه قال لي أريد أشتري من عندك زيارة. كم مرة زائر؟ مئات المرات. أعطيك مبلغ من المال وأنت فقير محتاج وتبيعني زيارة من زيارة. لا تبيعوها، لو يعطوك الدنيا لا تبيعها، أوعى انتبه، ولا تقول الله يمكن ما قبلها، هاي فقط قصة مقربة. قال لا، شلون أبيعك زيارة الحسين؟ قال لي بعرفتها كم مرة زائر، وأنا رجال عندي فلوس، أعطيك شوية فلوس تتعيش بها وبيعني زيارها. صار يفكر قال إيه والله شي يضرني، أنا زائر الحسين كثير. فقال بشرط، هذا الزائر يقول للثري أبيعك أي واحدة اللي أنا أختارها، مو أبيعك زيارة الأربعين، ما أبيعك ولا عرفة ولا شعبانية ولا ولا، قال لي أي زيارة، أي زيارة. فهذا فكر في أقل زيارة ما كان منتبه لها، زيارة عابرة، قال أبيعك هاي الزيارة، قال لي قبلت، يلا أعطيني الفلوس، أعطاه مبلغ، مبلغ كبير، وقال لو هبتك تلك الزيارة وثوابها إلك الزيارة. فراح الثري ما نقص من مال شيء، ألف دينار وغيره شيء بسيط، هذا يقول ما نقص من عندي شيء، أنا زائر الحسين مئة مرة وعطيت الزيارة، احنا مثل ما نقول مخربطة. فنام في الليل، الزائر نام، فرأى الإمام الحسين عليه السلام، فلما رأى الإمام الحسين أخذته هيبته، قال مرحبا بك يا زائري، أنت زرتني كثير من المرة، ولكن اعلم أني قبلت منك زيارة واحدة، وكانت هذه الزيارة إخواني للأسف أحيانا الإنسان ما يكون منتبه، كان زائر الحسين جنب، لازم ننتبه بأن الجنب والحائض والنفساء لا يحق لهم، لا يجوز أن يدخل داخل الضريح،
القبة، الحائر الحسيني، ضريح الإمام علي، الكاظميين، سامر، أئمة المعصومين، ما يجوز. واضح يا لا؟ أكو بعض الأخوات دخلا أيام دورتها حيضها تريد تمسك الشباك. أعني الأئمة المعصومين، هذه فتوى موجودة في كتب العقيدة وكتب تعرفون المراجع. من برا هالشكل الحائض تسلم على الحسين، ماكو مشكلة تزور، ماكو مشكلة، ما تدخل داخل. كذلك الجنب، هذا الرجل زار الحسين وكان جنبا، ما أقول دخل إلى الضريح، لكن مر صح للحسين وسلم على الحسين، قال قبلت منك تلك الزيارة. اللي زرتني وأنت جنب لأنك زرتني على استحياء، كنت منتبه لتلك الزيارة بأنه لا يحق لك أن تدخل إلى ضريحي، وزرتني بسرعة وباستحياء، أنا قبلت منك تلك الزيارة، ولكن هالزيارة أنت بعتها، وباقي الزيارات عليها علامات استفهام. فانتبه مذعورا، وين ركضة، وين بيت الثري يطرق بابا بالليل. انتبه ذاك الرجل، قال له ها فلان شي عندك؟ قال لي هاي فلوسك عمي، هاي فلوسك وعطني زيارتي. قال لي يا زيارة متفقنا وعطيتك فلوس وانتهينا. قال لي لا أرجوك، ما أريد هاي الفلوس وأريد تلك الزيارة. قال لي ليش أنت جاي بالليل غير تنتظر إلى بكرة ونتفاهم؟ قال رأيت الإمام الحسين سلام الله عليه وقد قبل مني تلك الزيارة، وأنا للأسف بعتها عليك. قال لي أعلم بأني لا أعيد لك تلك الزيارة، وأنا أيضا رأيت الإمام الحسين وبارك لي في شرائي لهذه الزيارة وقال بأنها مقبولة، فأنا بعد ما أبيع، ما أرد عليك هاي الزيارة، أنا قبلتها. فعض يد الندامة، أنت يا زائر إن شاء الله إلك الزيارة الكاملة، زيارة الحسين. فتهيئوا إخواني، لا تشغل نفسك ليلة عرفة إلا بالدعاء والزيارة. ويوم عرفة أنت تارك الأهل، تارك العشيرة، وتارك الشغل، وتارك كل شيء من أجل زيارة الحسين. تشوف الأئمة يدعو لك، يقول إمامنا الصادق يدعو لزوار الحسين وهو ساجد ودموعه قد بللت الأرض: اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك العيون التي سالت مدامعها حسرة لنا. فإذا أذكر لك الحسين وزينب لا تبخل بالدمعة. أشوف ناس ما متأثرين إذا نعيت على الحسين والعباس، ما لومك أنا ما أبتشيك، ولكن أعرف وين أنت قاعد. ملايين ملايين يتمنوا لو يحضروا مجلس عند الحسين، لو عند العباس. يمكن طول عمرك ما باكي على الحسين بكيفك، لكن لا يصير قلبك قاسي على الحسين ولا على ذكر زينب. شلون راح ابكيك هسه؟ راح اوريك شلون ابو فاضل ويا زينب، شلون الاخوه راحت واتطشرت بعد ان فضخ الراس. يقول اللهم ارحم تلك العيون التي سالت مدامعها حسره لنا، اللهم ارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لمصابنا. أشوف تجاوبني أو لا. اللهم ارحم تلك الصيحة التي كانت لنا حسين، يا حسين. ليش ما اسمع صوتك؟ ليش مرحومة هالصيحة؟ صيح حسين. بعد
بعد مرة بعد مرة خلي العباس يسمعك ويقضي حاجتك. حسين حسين أنا حر قلبي لمولاتنا زينب ليلة الحادي عشر أراد زجرا يسلب خمارها توجهت ناحية العباس اتقل لي يا أخويا يا أخويا يا أخويا اتقل لأخويا يا دخيلك يا المقطع بالشريع على الندر الدتر جبومي قطيعة باليتامى لا تجيني يا الوديعة وتدرين بي مقطع يميني والشمال. ليش ما اسمع الجواب؟ هي وتدرين بي مقطع هي يميني والشمال. ما جواب هالعباس اجت له بمنحة اخر تقول لأخويا الشمر عقبك غضمني تجرى وسب أبويا وما حشمني. هبطوا الرؤوس، هذا البيت من حقكم تنزلوني من المنبر، ها بعد هذا البيت من حقكم ما لومكم. ها تقول لأخويا الشمر عقبك غضمني تجرى وسب أبويا وما حشمني. إن شاء الله تسامحوني على البيت، إن شاء الله ما تزعلون علي، ترى صار أكثر. تقل لأخويا ما قدر يسحب خماري وسحبني ما قدر يسحب خماري وسحبني. يا عباس يا عباس أرجوكم تعذروني مرة ثانية. نظيم على الأخت لو يم أخوها تقل له عظيمة 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 على الأخت لو يم أخوها يا يسلمها العدو ويشتم أبوها. تقل له أختك يا بعد أختك سبوها سبوها يا بحبال قادوها وبسيات ضربوها. يا اقرا لك هذا الطور ساعدني ولا اقرا لك هذا الطور ساعدني. زينب قاعده تشتكي عند العباس، العباس شاف زينب جايه يقلها مستحي وغطيت وجهي بالعلم من عباتك اشم دخان الخيم. هنيئا لك هنيئا لك. مستحي وغطيت وجهي بالعلم من عباتك اشم دخان الخيام بعيني خلي لا تشل عين السهام حتى وحدك حتى وحدك لا تشوفك عيني. ساعدني ارجوك تقل له بلادي ين بلادي ين صعب علي اشوف الناك بلايدي ينطحت ويناس لا مذهب بلادي ينفتر بي الزمن بعدك بلادي بلاد الشام وارض الغاضريه هي يا بلاد الشام وارض الغاضريه هي السابع في محرم وراح اقراها الليله وارد من عندك دمعه وتجاوبني. يمكن يتحرك العباس ويا زينب بس شيلها لايدك واقرا وياي. يا ابو فاضل احترقت الخير
حباتي. اقراها اقراها رد الهوية. يا ابو فاضل احترقت الخيمة وعباتي، يا ابو فاضل من الهضم ضاعت خواتي، يا ابو فاضل جيتك انا بمستحاتي. ارجوك تسمع هذا البيت، اللي ما بكى راح يبكي والله، لان عظيم هذا البيت حتى على العباس. بس اسمع بقلبك، ها هالعبايا اللي احترقت، شنو العبايا؟ هالعبايا هذه لامي كانت بيوم، هذه عبات الزهره اللي حرقوها، هالعبايا هذه لامي كانت بيوم. شبيها هالعبايا فيها سالت لمي دموع. اسمع 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 بقلبك، هالعباية فيها من الصدر مخروج. اعيد لك البيت، اعيد لك البيت، ها اريده من قلبك، اريد دمعة من القلب تطلع، ها اقرأ وياي. هالعباية هذي لامي كانت بيوم، هالعباية في غسالة لامي دموع، هالعباية في غمين الصدر مخروب. وانت عليك الباقي بعد. انا ذكرت الزهراء ومجلسي ناقص، باقي عندي كم دقيقة، ايش رايكم اقرأ لكم بيتين على الزهراء؟ ترى عزيز العباس على الزهراء، وذكر الزهراء عند العباس الى شيء، وان شاء الله مقضي حوائجكم. بس بعد هالبيت راح اقرأ لك بيتين على الزهراء. شو تريد زينب؟ يا ابو فاضل ودي تعطيني الراية. الراية احنا نتداوى بيها زينب، احنا شيعتكم عندنا مرضى، ناس كثير يوصونا بالدعاء، انت ليش تريديها؟ خليها إلنا زينب. لا انا احوج، انا احتاجها. ليش؟ يا ابو فاضل ودي تعطيني الراية. ليش؟ يا ابو فاضل ارد اسويها عبا. هنيئا لك يا صحتي يا زينب. زينب محروقة عباية تريد راية العباس. يا ابو فاضل ودي تعطيني الراية، يا ابو فاضل ارد اسويها. ليش زينب؟ يا ابو فاضل تدري مو نمشي سبايا. ان شاء الله ما ردها ابو فاضل، يقول رد عليها صوت من يم الشريعة، رد عليها صاحب جفوف. شنو قال لها؟ رد عليها اعذريني يا الودي يا الوديع. الله عظيمة عظيمة، إذا أخذ تنخى أخوها وما يجب معذور أبو فاضل، ولكن احنا نعتب حقنا نعتب. لما نخت العباس ما جاوبها، ونخت الحسين ما جاوبها، يقول شبقت عشرها صاحت محتارة ودير العين صوبة محتارة. مر على الفرات ونوب لحسين، هذا مو لكم إخواني، هذا لنسواننا أخواتنا نسائنا. لقيت محيرة وازوج بلي، لا عباس يبرالي، يا
يضربوني من ابكي وتهمل العين وتبقى حضرتي بصدري تكزور. امس الرعية تنفرف على راسي وكل ساعة عباس ونزل محمل الحرة يعدله، اليوم تعوفني ويا الشمر ويا خولة ويا حرملة ماكو جواب. أرجوكم تهبطوا الرؤوس، ترى زينب قاعدة تعتب وعتاب زينب يحرك العباس. تقول له حسبوني 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 غريبة مو شختكم. حسبوني غريبة مو شختكم، نغم ناس بيكرام منكم منكم تخلون بالذل حرمكم. هيا هيا تخلون بالذل هيا حرامكم. شوف الشماتة من شمر يوم شافت نادي على العباس شنو قال له؟ يقول غنذبح عباس وتقضت أيام والراس منا انفضاخ والنعبة خيام. بالله قوم اطلعي انت واليتام، بالله دخلت وفرقت هشمال ويمي. بعد البيتين على الزهراء وأسألك الدعاء، تقول له هاي العباية كانت أمي تلبسها ولا زالت محروقة وبيها خرم من الوسط من المسمار، والعباية بيها دماء هسه حرقوها يا أبو فاضل. ها هالعباية هذه كانت لمي بيوم، هالعباية فيها سالة لمي دموم، هالعباية بيها من الصدر مخروم. صار عليها على الزهراء، خلي أقرأ لك بيتين من جريمة قتل اللي عجموا على الزهراء. ايش سووا؟ شخص قال أنا اللي شعلت نار ورا الباب، حرقت ودخلت ولا كان بالحساب، رأيت البتولة ورا الباب بلا حجاب تنادي يا بويا ولا تناح على عرب. هذا واحد يسولف من الهجمة وعلى الزهراء، شنو شفت انت؟ قال انا شفت العجب وجه البتولة انضرب، قال انا شفت وجه البتولة. اقرا وياي ارجوك كنا صوت واحد. ورا الباب ورا الباب ورا الباب ورا الباب ورا الباب. اقرا ورا الباب ورا الباب. بعد بيتين اتحمل شويه. شخص قال ورا الباب تلاوين شفتنا، ترى الباب سجينا عليها دفعتنا. صيح يا زهراء صيح يا زهراء يا زهراء. شخص قال ورا الباب تلاوين شفتنا، ترى الباب سجيلة عليها دفعتنا. اعذروني اخواني اعذروني، اعصارتنا ولحد ما توني سمعتنا تقلي علمان ونهى جميتنا. قال عصرتها بقهر لا
همان ضلع. اقرأ اقرأ. قال عصرتها لما ضلعنا يقول صفعتها وشفت دم بدهي. شوف إذا واحد يضرب بنته راشدة على خدها ما يطلع دم. ماكو يعني تضرب واحدة طفلة إن شاء الله ما يصير هذا، لكن لو صار يضرب راشدي شوف يقول هذا الشاعر عبد الخالق المحنة، هذا ما واحد عادي. ها يقول صفعتها وشفت دم بداية أثار الدمى من جفنها الزكية. يلا ليش معنك ضجة على هذا البيت. أسيبها وشأنها غريبة وسبية تنادي وحجابي وقلغش علي. أرجوك ترد وياي هذا البيت. عالحايط انظر دماء كسرى وظل. عالحايط انظر كسرى وظل وين ورا الباب 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 ورا الباب. من اللي عنده حاجة إخواني ولا الآن ما قضيت؟ عنده أسير، عنده مريض، عنده جريح، عنده عنده. هذا البيت لكم. وختام المجلس، أكو واحد يقول اصبري يا زغرة سحبنا أبو حسين ولا حد ينصر دينوحي على حسين وحبيه في نحرة في عاشير نذبحا وندوس على صدر حسين. يا ليش ما سمعك ليش حسين؟ مرة ثانية. بعد مرة عيني حسين. هسه إن شاء الله ربك يجيبه. يا حسين حسين. بيت الختام يتأمل يتأمل إلى أكو واحد يقول اصبري يا زفرة سحبنا أبو حسين ولا حد ينصر دينوحي على حسين وحبيه في نحرة في عاشير نذبحا وندوس على صدرة. وين أحباب زينب؟ وزينب يجيها الشمر وش كام ضلع ينكسر. آه يا زينب. آه يا زينب. آه الكل يصيح وياي. آه يا زينب. آه يا زينب. آه وجرني اللي عنده حاجة يجهزها. وجرني زماني زماني بحرقة خيامي تقول وجرني وجرني زماني بحرقة خيامي
وجرني وكفيلي لا سمع صوتي وجارني يا ابو فاضل قدامك والشمر طقني وجرني قدامك والشمر طقني وجرني احشم بيك وهو يجر بي هي احشم بيك وهو يجر يا ربي.